مش ندبر عليكم دبارة. دبارة بنينة ومش طيب، سلة سلة على نار هادية. أما راهو نحبها تعجبكم واللي ذوقها يحصد. أي سيدي ناخذوا شوية شخصيات ونفورموهم ونفوروهم، نزيدوا عليهم شوية حيوانات أليفة، كل قدير على قدره، ومن بعد نرشوا فوقهم رشة إثار، وناخذوا صرة نتاع عقد نزرعوها مع الطبق، عقدة هنا عقدة هنا عقدة هنا عقدة هنا، ومن بعد نفوحوا بشوية أحداث خيالية، ومن بعد نخليوها ترتاح ونجيبوا طبق عجينة العبرة، نفوحوها نعجنوها ونحطوها ترتاح 10 دقائق، ومن بعد ندخلوا الطبق الذهن السخون لمدة 10 دقائق زادة، وقتها الطبق يحضر ونلقاو ماكلة بنينة تذوب في الفم وطعمها يدوم سنين. هذه هي حكايتي اليوم، الحكاية غذاء وللبدن دواء. حكايتي على اللي سمين وبصحته ياكل 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 ما يشبع، وعلى مسكين قليل جهده ضعيف قد ما ياكل ديما يتقوى ويولي عنده عضلات مش شحومات. حكايتي على مدينة الهمهامة، السلطان عنده مشكلة كبيرة اللي هي ولده الأمير نهاره طوله هو اتمخمي ختمخمي ختمخمي خلين ولا وزنه كي وزن الفيل، نهاره طوله هو ياكل على مالح على حلو على مرقعات على طواجن، وهو هاتش عندك. السلطان مسكين يغزر لولده حجمه بحجم الفيل، قال معقول معقول هذا مش يولي لي أمير، ولا مسكين حاير ويغني عندي ولدي يا حضار بطنه كيف ما وزن القنطار، ياكل ليل ونهار عمره لا يشبع كيف القار. يجيوا الناس والوزراء يقولوا له اش بيه مسكين للماكلة دي ما أسير، ولي لك حجم الفيل. توا هذا يجم يكون أمير ويقرر ويغير مصير. وقتها السلطان خذا قرار، قال مش نعطي هدية، اللي يقدر ينقص وزن ولدي للشطر للنص. وليو عاد الناس اسمع وفزع، شكون عنده هالوصفة السحرية باش يرجع الأمير نصف وزنه. وليو عاد شكين الصف، أول ما ندخل الكواش الخباز جيب له خبز مسوس ما في حتى قطرة ملح، عجبوا قلون بنين بنين زيد وزيد أعطيني منه ديما، والله نحس طعم القمح وطعم النخالة. هيا خرج الخباز خلى الخضار وعطاه خضرة مرة يطيبوا له بها سلايط وطواجن. والله بنين بنين زيد وزيد هذا طيبوا لي منه، نحس طعم الطبيعة والثراء متاع الأمطار. السلطان المسكين كي المهبول، ولا يا ولادي شكون يشم ينقذ لي ولدي، يا ولادي شكون راني نعطيه شطر من نفسي، المهم وزنه يولي في النص. في هيك القرية البعيدة قرية البناعة يسكن الحكيم الفقير. مشى للسلطان وقال له يا سيدنا السلطان يا مولانا انا عندي حل، نجم نرجع ولدك شطر وزنه وحتى اكثر، اما يلزمني نخرجه من القصر ونهزه للقريه نتاعي قريه المناعه. قالوا هزه برا دبر راسك. قالوا عام كامل يا مولاي. قالوا ما تخليش. قال الامير قالوا يا مولاي الامير شوف انت ما تحب تاكل ما يقلبك حد، هذا يزمك تخس هذا سعرات حراريه هذا راهو يسمن هذا يضعف هذا كوليسترول، تحبش تمشي معايا البقعه فيها كان الماكلة تاكل تاكل لين تشبع ما حتى حد يقول قوم. قالوا هذا مشي معايا هزني هزني هزني.
مشي هو وهيك الحكيم. مشاو 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 يصبر روحه هيك الامير في الماكله اللذيذه اللي مش يلقاها قدامه، كلها حديد كلها فيتامين ومطعمها جديد. في شطر ثنيه حب يقعد يرتاح، قالوا لا يا مولاي الامير ما يلزمناش نقعد نرتاحوا، لازمنا نواصلوا نواصلوا قبل ما تلام علينا الدنيا ويجينا السيوده ويجيونا الذئاب. وصلوا للقريه نتاع المناعه، دخل الكوخ هيك الامير بالتعب اتلطخ على القاع رقد ما قالش نحب ناكل. نغدو الصباح كان جيعان، قالوا لي يا حكيم ما عندك ما يتاكل؟ قال والله ما عندي شيء. انا كينك تحب تاكل؟ فما هوني عين برا حكيت ربع ساعه عطي الدلو من الماء واشرب هيك الماء تو تشوف قديش بنينه ملعين من تبعتها. مسكين عطشان هيك الامير مشى للعين عبى الدلو وشرب التروار. بعد قال انت مازلت جيعانه، ريت هوني ضيعه فيها بقر، كانك تحب تطعم هيك الحليب من امه احلب البقره. قالوا وين نحلب البقره؟ ما نعرفش. قالوا يجينا علمك. وبدا يعلم فيه كيفاش يحلب البقره، وعبى كيس حليب يهبل، حس اللي هو شبع وتقنع. خرج معها شويه، قالوا ريت هذه النخله فيها تمر، والتمر معبي بالفيتامينات ويخليك شبعان. اي تسلق؟ قالوا لي كيفاش نتسلق وانا وزني ما نزلت فين؟ قالوا ما لازمك تحاول كل يوم نقص شويه باش تتسلق النخله. وهزوا ومشاو على اساس باش يوصلوا للقريه اللي فيها برشا ماكله. على تعديتهم من حقن بكله تفاح. قالوا لي هذه التفاحه المليانه هذيك تفاحتي، هذه قفه برا عبيها هاكيا القفه بالتفاح. الامير عبى القفه بالتفاح حب يهز تفاحة. قالوا لا هيك مش بايق، إجا معايا تو تشوف هذاك بوق للقرية الجوع فيها برشا ناس فقراء. قالوا وين جيعان؟ أنا شنو جيعان؟ تشوف قداش عندك تحويشات نتاع دهون عندك، راهو لاباس عليك تنجم تقعد شهر كامل ما تاكل حتى شيء. سكت الأمير تبع الحكيم لين وصلوا لقرية الفقراء. وهيك الفقراء المجاعة مساكن ما طمعوا بلا لقاو هيك التفاح، هجموا عليه وكلاوه الكل. الامير غزر قال له هذه القريه تابعه لبابا؟ قال وين عم تابعه لبابا. قال وين؟ وقداش نحشم الشحم هذا اللي عندي الكل من كثر الماكله، وهذا من الفقره مساكن ما لقاو ما ياكلوا. قال له شفت هاكا بديت تولي عندك التفكير والحكمه. هيا رجعوا للليل دنيا ظلام، الامير اتلطخ على القاع رقد وقال له ما عينيش باش نتعشى. غدو الصباح قام مشى وحده حلب البقرة وعب الماء من العين وهز التفاح للقرية متاع الفقرة، وقعد على هيك المنوال كل يوم لين تعدى العام. وقتها السلطان بعث الجنود باش يلوج على ولده. وصلوا لقرية المناعة، وينو الأمير وينو الأمير؟ يلقاو راجل يحليلته هكا سبيتا يهبل كله عضلات ما يكسب حتى شحمه. قالوا له بربي سامحنا وينو الامير؟ قال مين الامير؟ اي بعرف ما عرفتونيش. قالوا له تبارك الله فيسع فيسع راهو بوك السلطان حاجته بيك راهو على مات. قال ما ابدا ابدا ما نرجعش للسلطان، انا نعيش هنا تحت التفاحه وتحت التفاحة ننسى الشراها يا عين تحت التفاحة، واللي يشرب ماء من العين ينسى الشراها يا عين ينسى الشراها. الحكيم سمع الأمير يغني رجع له، قالوا اسمعني يا أميرنا راك أنت تو وليت حكيم، يلزمك تمشي تعاون بوك السلطان خاطرك وقت اللي تحكم البلاد راك تعطي الامان للعباد، واللي سلطان يبدا ما عندوش تفكير راهو فكره خير وبلاش بيه خير، وانت توا وليت عندك التنوير والتفكير. والامير فهم الدرس وعرف اللي بماكلة قليلة يجم يكون عنده مناعة ويوصل للشبع، وعرف زادة اللي حكيتي اليوم راهي مش مجرد تعبير راهي تحذير، على خاطر لويش نقعد نلوجوا على الدواء
مش كان خير نلوجوا على باب وبيت الداع، لانه كيف ما قال سيدنا محمد الحبيب المصطفى بيت الداع.